تصور ثانوي قداش من قيمة على سطرت مصالح أمن ولاية تيزي وزو مخطط أمني وقائي لتوفير كافة الظروف المناسبة لتأمين الموسم الدراسي 2024-2025 إلى جانب تسيير حركة المرور وضمان الانسيابية المرورية عبر مختلف المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومواصلة العمل التحسيسي التوعوي لفائدة سائقي المركبات تحت شعار معا لموسم دراسي دون حوادث مرور. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.